الآن مع كلمة المستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أبنائي مصر الكرام، السيدات والسادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم التاريخي الذي نجني فيه ثمرة الديمقراطية في بلادنا ونحصد ما غرسه الوطن في نفوس أبنائه من وعي وانتماء، نحتفل معا بوصول قطار الانتخابات الرئاسية 2024 إلى محطته الأخيرة، حيث الإعلان عن نتيجة الاستحقاق الانتخابي الأهم في تاريخ الأمة والتي تعبر عن إرادة الشعب. لقد كانت الانتخابات الرئاسية نموذجا نتشرف به في الداخل والخارج، التزمنا فيه بصحيح القانون دون أي تجاوز، ورأى فيه العالم مشاركة شعبية غير مسبوقة ووعيا سياسيا ودستوريا يليق بمصر وتاريخها، التزاما انضباطا وتحضرا في متابعة العملية الانتخابية سواء من حملات المترشحين أو من وسائل الإعلام أو من جهات المتابعة على اختلاف تصنيفها. كما أن الهيئة الوطنية للانتخابات لم تتخر جهدا كي تخرج العملية الانتخابية بالصورة التي تعبر عن قدر مصر ومكانتها. لقد كان عنوان الواجب الذي التزمنا به هو الدقة والنزاهة والشفافية، وفي كل خطوة من خطواتنا كنا نجتهد لتطبيق هذه المعايير كي نكون على قدر المسؤولية التي عهد بها إلينا. لذا فإنني أنتهز هذه الفرصة لأتوجه بالشكر العميق إلى السادة أعضاء الجهات والهيئات القضائية والسادة الأجلاء رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات وللجهاز التنفيذي للهيئة الذي تشرفت بإدارته وللعاملين به لعملهم الدؤوب ومواصلتهم الليل بالنهار كي تخرج العملية الانتخابية بهذا المشهد الاحترافي. ولا يفوتني أن أشيد بالتعاون المخلص والبناء الذي أظهرته كل أجهزة الدولة مع الهيئة الوطنية للانتخابات لضمان سير العملية الانتخابية بكل سهولة ويسر في ملحمة تاريخية تعكس التفاني والإخلاص في حب الوطن. وأخص بالشكر وزارة الدفاع، وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والعدل والاتصالات والمالية والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والهجرة والتنمية المحلية، وإن اسمحوا لي أخرج عن السياق وأشكر السادة المحافظين كل في إقليمه لما بذل من جهد ودعم وتعاون، شكرا جزيلا. ووزارات الشباب والرياضة والنقل والصحة وغيرها من قطاعات الحكومة المصرية، فشكرا لهم جميعا من أعماق القلب. ووسائل الإعلام المحلية والأجنبية، أعبر باسمي وباسم الهيئة الوطنية للانتخابات عن صادق الشكر والامتنان على نقل المشهد الانتخابي بكل حياد واحترافية، فكان لهم بالغ الأثر في النتيجة المشرفة التي خرجنا بها، حتى استحقوا بجدارة لقب شركاء النجاح. وأوجه شكرا خاصا صادقا لبطل هذه الملحمة التاريخية
وهو الشعب المصري. فشكرا كل الشكر لكل فرد فيه على تلبيته نداء الوطن وعلى إيجابيته الفعالة في مباشرة حقه الدستوري في اختيار من يقوده. إن هذه الانتخابات هي بداية الطريق لفترة رئاسية جديدة يتولى فيها القائد الذي اختاره الشعب دفة الوطن بقوة الدستور والقانون ونزاهة القضاء. فكل الدعوات بالتوفيق والسداد للرئيس القادم في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.